شكرا مرة أخرى للكابتن أحمد شوبير. وبالفعل هو درس كرواتي، درس خصوصي كده يعني في هذا اللقاء ودائما وأبدا، وهذا ما كنت أنتقد الحقيقة كثيرا في فترة روي فيتوريا، إن إحنا كنا بنلعب مع منتخبات ضعيفة وكنا بنلعب مع منتخبات أقل كتير في المستوى مننا. دلوقتي بنلعب مع منتخبات قوية، منتخب عالمي يعني زي منتخب على فكرة كرواتيا، وحنشوف نشوفه في كأس الأمم الأوروبية القادمة يعني في الصيف القادم في ألمانيا. شوف هذا الفريق هيلعب في المجموعة الثانية مع طبعا منتخبات قوية جدا منها إيطاليا وأسبانيا ومعهم ألبانيا، يعني هتبقى مجموعة نارية في كأس أوروبا القادمة اليورو. هنبدأ تسليم الجوائز، وادي أحمد حجازي كابتن المنتخب وتسليم الميداليات الفضية للاعبي منتخب مصر. وزي ما قلنا كده الفايدة، ادي أحمد حجازي. الفوائد، أهم عنصر هو الاستفادة من حالة المدافعين والتمركز الدفاعي اللي ظهر يعني الحقيقة قليل شوية في الكرات المشتركة، في الكرات البينية والكرات العرضية. آدي أهو الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة، محمد هاني، محمد عواد، وراهم محمد الشامي اللي لعب في الدقائق الأخيرة للمباراتين، مباراة نيوزيلندا ثم هذه المباراة، محمد أبو جبل لا يسأل عن الأهداف اللي جت بضربات رأس الحقيقة بتاعت بيتكوفيتش، ويمكن المسؤول عنه شوية نسبيا اللي كان متقدم شوية عن مرماه، هدف الأولاني اللي جابه طبعا نيكولا فلازيتش. محمد شريف طبعا من اللعيبة برضو اللي لعبت في آخر المباراة، المهدي سليمان. مهم جدا اننا نستفيد من كل تجربه، وانا بشوف ان اللعب مع المنتخبات الكبيره سواء المنتخبات الاوروبيه او حتى المنتخبات الافريقيه الكبيره، يعني لاعب السنغال ايه المانع؟ لاعب السنغال، لاعب الكاميرون، لاعب نيجيريا، نلعب المنتخبات الكبيره في افريقيا، يعني جاء علينا وقت. انا اتذكر ان لعبنا ليبيريا 3 مرات، ادي اكرم توفيق ليبيريا وهي بعيده تماما حتى عن كاس الامم الافريقيه ما بتلعبش، ادي عمر مرموش. فطبعا اما تلاعب الكبار بتعلى بالمستوى، ومهم جدا ان تلعب هذه المدارس الكرويه المختلفه عشان تنظم صفوفك في المستقبل بما يتناسب مع قدرات هذه الفرقه. مصطفى شلبي طبعا اللي بدا مشواره الدولي في هذا اللقاء، تريزيجيه يعني نشط شويه في بدايه الشوط الثاني وكان عنده فرصه خطيره جدا للعوده بالمباراه الى التعادل بتسديده رائعه جدا. دكتور اشرف صبحي والكابتن هاني ابو ريده وكبار الضيوف في هذه البطوله، الحقيقه تنظيم رائع جدا. محمد عبد المنعم هدف رائع جدا في هذه المباراه، رفع رصيده من الاهداف الدوليه الى 3 اهداف في 27 مباراه. حمدي فتحي لم نستفد بقدراته في هذا اللقاء. محمد حمدي ابرز لقطات المباراه في منتصف الشوط الاول لما بتغطيه عكسيه طلع كورتين خطيرتين جدا. احمد عاطف ايضا، مصطفى شوبير حارس المرمى الواعد جدا اللي ممكن ياخد فرص في المستقبل القريب في منتخب مصر الوطني. كابتن ابراهيم حسن، ابراهيم حسن، حسام حسن على فكره المباراه الدوليه الوحيده امام كرواتيا في الماضي كانت عام 2019 في دوره في كوريا الجنوبيه، كان حسام حسن ده جاب جولين تاريخيين لمنتخب مصر، اتقدمنا بيهم 2-0 قبل ما تعود كرواتيا 2-2، كان هي المباراه الوحيده من مصر وكرواتيا. حسام حسن جاب جول حلو قوي من الوضع طائرا في الهدف الاول وبضربه راس رائعه عامله زي ضربه راس بتاعت كراماريتش في الجول اللي جابه في هذا اللقاء، الجول الثالث كان بالظبط حسام حسن جابه في كرواتيا في دورة كوريا عام 1999. حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر والجهاز الفني بالكامل، سعفان الصغير طبعا الجهاز الفني بالكامل، دكتور محمد ابو العيلة اللي يعني يعني دائما وابدا بيكون عليه عبء كبير جدا في التجمعات الدولية والاصابات المختلفة، في هذا التجمع اصابات للشحات وخروجه من المنتخب طبعا بجانب إصابة إمام عاشور وأيضا فقدان المنتخب لجهوده. لكن في كل الأحوال في حاجات سلبية، أهمها طبعا العمق الدفاعي في منتخب مصر اللي بيحتاج لشغل كبير جدا. عشان كده يعني حسام حسن كان عنده وجهة نظر أنه يجمع المنتخب قبل الأجندة الدولية ب7 أيام كاملة
ده كان عنده وجهة نظر انه يحط اللعيبة في الحضانة، وعلى نظام وطريقة الجوهري الحقيقة لما كان بيجمع اللعيبة قبل المعسكرات المنتخبات بفترة كبيرة، وكان بيستفيد المنتخب يعني الحقيقة التجمع الكبير للاعيب المنتخب الحقيقة. وطبعا كل الشكر لكل أفراد الجهاز الفني في أول تجمع، التجمع القادم إن شاء الله هيكون في شهر يونيو، وعندما يلتقي منتخب مصر مع بقى منتخب بوركينا في الجولة الثالثة، بوركينا فاسو، ومع منتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة، واحد في مصر هنا، وممكن يكون على فكرة في هذا الملعب الجميل